حاضرات المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بكم. اذا ينطلق لقاء تونس والنرويج لحساب المجموعه الثانيه، هذه المجموعه التي تضم كل من البرازيل وفرنسا واسبانيا وايران. اذا الى جانب تونس والنرويج، المنتخب النرويجي لحد الان في سجله انتصارين بين منتخب وهزيمه، منتخب التونسي ثلاثه هزائم. ربما المنتخب التونسي قد يتحرك اليوم، قد يرد الفعل، قد يحاول الفوز في اول مباراه، وهذه اول محاوله منتخب النرويج واول هدف من تحت النرويج عن طريق اللاعب ساندر بولتن. ساندر بولتن اذا يفتح النتيجه الهجمه معاكسه فاست بريك، وينجح بعد مرور اقل من دقيقه في افتتاح النتيجه لمساحه المنتخب النرويجي. المنتخب التونسي يعتمد في هذه المباراه على كل من الحارس الاول وهو صبري بن مسعود، كذلك نجد حاتم حموده رقم 22 وامامنا حاليا موجود حاتم حموده، الذي حاول تعويض كمان اللاعبين الذي تعرض للاصابه، عمليه اعاقه من اللاعب النرويجي توبياس كيرتسن. توبياس كيرتسن رمي حره تنفذ وتذهب مباشره الى غازي الغريبي. غازي الغريبي يتحصل على رميه حره، تقدم المنتخب النرويجي بهدف مقابل صفر لحد الان. تدخل قوي وتدخل حاسم من الدفاع، والكره لحاتم حموده. حاتم حموده محاوله تحديد الهجمه، جميل العمليه، جميل العمليه، ويكون هدف التعادل، هدف التعادل لمساحه المنتخب التونسي. المنتخب التونسي عن طريق مروان شويرف. مروان شويرف اذا ينجح في تعديل النتيجه، تمريره جيده ويكون الهدف التعادل بالنسبه للمنتخب التونسي. الكره التونسيه لكن حاتم حموده يعدل من جديد، هدفين مقابل هدفين، هدفين مقابل هدفين عن طريق حاتم حموده. حاتم حموده امكانيات كبيره لهذا اللاعب، امكانيات كبيره، والكره نرويجيه، نرويجيه عن طريق اندرس رو. اندرس رو الى اريك بيدرسن. اريدر بيدرسن، وياتي منسق الفريق، ياتي منسق الفريق انقطاع من الصوره صادر من المصدر من مدينه السويس. تعود من جديد دائما الى اندرس رو. اندرس رو التحذير، المنتخب التونسي يحاول ان يلعب طريقه 5-1 ثم 6-0، والكره النرويجيه وجميله من الحارس، وهناك رمي 7 امتار اعتقد رمي حره، لا انذار، انذار، انذار اول في صفوف المنتخب التونسي. هذه العمليه كانت تدخل قوي، تدخل قوي من ماهر عبد الله. ماهر عبد الله يتدخل. النتيجه لحد الان هذا الشوط الاول، تقدم المنتخب التعادل هدفين مقابل هدفين. رمي 7 امتار لمساحه المنتخب النرويجي، ويدخل، يدخل الحارس الثاني وهو ابو بكر محمد. ابو بكر محمد متر 95 سنتيمتر، 110 كيلوغرامات، الى حد الان 13 مباراه دوليه. وينجح المنتخب النرويجي، ينجح عن طريق نيكولاي هوج. نيكولاي هوج في اضافه الهدف الثالث. اذا اول عمليه رمي 7 امتار ينفذها بنجاح المنتخب النرويجي، وتصبح النتيجه تقدم النرويج بها 3 اهداف مقابل 2. النرويج التي تشارك للمره السادسه في بطوله العالم، الحضور ليس منتظم بالنسبه لهذا المنتخب، غاب في 2007 في 2005 2003 2001، حضر في 1999 وفاز على المرتبه 15، ايضا 97 كان غائب، في 95 نازع المرتبه الرابعه وخسر من البرتغال 24 مقابل 23. والكره تذهب للمنتخب التونسي وتضيع، تدخل حاسم من الحارس، كانت محاوله من غازي الغريبي الحارس النرويجي، والشاهد السرعه التي تنطلق بها الكره من المنتخب النرويجي، وخطا دفاعي اخر، خطا دفاعي. لاعب الدائره امامكم، لاعب الدائره توبياس كيرتسن كان طليق، توبياس كيرتسن كان طليق، ويتمكن من اضافه الهدف الرابع. كان طليق، ليست هناك رقابه على هذا اللاعب توبياس كيرتسن الذي ينجح اذا في اضافه الهدف الرابع. 4 مقابل 2 بالكره التونسيه، محاولة عن طريق حاتم حمودة، حاتم حمودة، مروان شويرف، الكرة تمر ويكون الهدف الثالث. الهدف الثالث مرة أخرى عن طريق لاعب الدائرة، إذا مروان شويرف السوسي، مروان شويرف
في هذه العملية ينجح إذن في إضافة الهدف الثالث. 4-3 التقدم لمساحة المنتخب النرويجي. النرويج التي لحد الآن في مباراته الأولى فازت على إسبانيا ب 25-22، في مباراتها الثانية أمام إيران فازت ب 30-26، في مباراتها الثالثة انهزمت أمام فرنسا ب 23-29. وجميلة من الحارس، وينطلق الفاست بريك عن طريق حاتم حمودة. حاتم حمودة فرصة الهدف الرابع، لكن تسديدة قوية ناجحة، تسديدة قوية وهدف جديد لماهر حمودة. يتمكن حاتم حمودة يتمكن إذن من إضافة الهدف الرابع، الهدف الرابع التعادل. إذن هدفين في رصيد هذا اللاعب حاتم حمودة. يتمكن لاعب مكارم المهدية من مواليد 5/7/1988. التعادل 4-4 لحد الآن في هذه المباراة لحساب المجموعة الثانية. المجموعة الثانية إلى حد الآن في هذه المجموعة سجلنا فوز إسبانيا على البرازيل ب 26-17، وفوز إيران على فوز فرنسا على إيران 36-26. الترتيب إلى حد الآن البرازيل، فرنسا الأولى بست نقاط بفارق الأهداف المدفوعة والمقبولة، وفاس بريك سريع. ثم نجد البرازيل في المرتبة الثانية 6 نقاط، أيضا إسبانيا في المرتبة الثالثة 4 نقاط، النرويج في المرتبة الرابعة 4 نقاط تنقصها مباراة، المرتبة الخامسة إيران نقطتين، وتونس المرتبة السادسة. وهدف الخامس لمصلحة المنتخب النرويجي، منتخب النرويجي عن طريق هذا اللاعب أمامكم، وهو اللاعب رقم 17، اللاعب مانيوس يوندال. مانيوس يوندال ينجح إذن في إضافة الهدف رقم 5-4. جميلة جدا، جميلة جدا. لاعب الدائرة ناجح، ينجح لاعب الدائرة في تسجيل ماهر عبد الله أمامنا أول هدف بالنسبة إليه، يعدل النتيجة. إذن لحد الآن نشاهد المنتخب التونسي أفضل بكثير، أفضل من مباراته الأخيرة في أمام المنتخب البرازيلي. أمامكم المدرب النرويجي السيد أوليستروم، أوليستروم بينما يدرب المنتخب التونسي السيد إبراهيم الجباس. الكرة النرويجية، خطأ آخر، خطأ دفاعي جسيم جسيم، ويسمح للاعب ساندر بولسن. ساندر بولسن شاهدوا التمريرة الجيدة من إريك بيدرسن إلى ساندر بولسن، هذه كتليق ليت لم تكن هناك رقابة، وينجح في تسجيل الهدف السادس، الهدف السادس لمصلحة المنتخب النرويجي، متقدم ب6-5. تسديدة قوية ويتصدى لها الحارس، يتصدى الحارس، يتصدى الحارس النرويجي لهذه المحاولة. تعود تونسية، تعود تونسية عن طريق ماهر عبد الله، ماهر عبد الله محاولة من خالد الحيدري، تسديدة والحارس مرة أخرى، وهناك استمرار رمي 7 أمتار، رمي 7 أمتار الأولى لمساحة المنتخب التونسي، لمساحة المنتخب التونسي، رمي 7 أمتار لمساحة المنتخب التونسي. شاهد العملية، هناك إعاقة للاعب، وتكون رمي 7 أمتار في التنفيذ، ويخطئ وتضيع، تضيع على اللاعب حاتم حمودة. إذا يضيع رمية 7 أمتار الأولى، رمية 7 أمتار الأولى تضيع. أمامكم التوقيت إلى حد الآن 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة لحد الآن تقدم المنتخب النرويجي ب6-5، رمي 7 أمتار تضيع، بينما المنتخب النرويجي سجل رمي 7 أمتار الأولى لتحصل عليها. وتنطلق العملية النرويجية عن طريق نيكولاي هوج، نيكولاي هوج إلى أندرسرو، أندرسرو نيكولاي هوج، والتبادل سريع، محاولة الدفاع المتقدم، والحارس يتصدى لهذه العملية، كانت جيدة من الحارس التونسي. تعود، تعود إلى حاتم حمودة، حاتم حمودة يحاول المرور، وهناك رمية حرة، رمية حرة لمسألة، لا يعتبر الحكم فعلا، شاهدوا الانطلاق اللاعب، كان يعتقد أن الخطأ لمساحة النرويج، انطلق في هجمة معاكسة يحاول الخروج بسرعة، ومفاجأة المنتخب التونسي. إذا 6-5 لحد الآن.